إذن مشاهدينا الكرام، تعليقا عن إغلاق السوق المالية السعودية في آخر الجلسات اليوم، نرحب بضيفنا محلل الأسواق المالية الأستاذ محمد الشمامري. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، ومساء الخير وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا، نرحب بك وبالمشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله تعالى أن يبارك ويتقبل من الجميع في هذه الأيام الفضيلة. نعم، اللهم أمين. طيب أستاذ محمد، بإغلاق اليوم ماذا سنشاهد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك؟ حقيقة أنا متفائل كثير في السوق، يعني تماسك واضح حتى مع الإعلانات السلبية التي جاءت من قطاع البتروكيميكال وجاءت من بعض البنوك مثل بنك الجزيرة الذي ضغط حقيقة على السهم اليوم. ما كنا نستبعد أن يضغط على السهم لأن المخصصات ارتفعت بشكل كبير مقارنة بمخصصات الربع المماثل، ارتفعت بنحو 12,049%. طبعا احنا كنا متوقعين ارتفاع المخصصات بكل البنوك، وهذا هو ما حصل بسبب أزمة كورونا، إرجاء كثير من المتحصلات بسبب الأزمة أثر على نتائج البنوك. ولكن مع ذلك كما ذكرت في البداية، تراجع الراجحي كان طفيف، تراجع بنك الأهلي 22%، يعني نعتبر بالحجم المقبول في ظل هذه الأزمة. المركز المالي للبنوك قوية جدا، قادرة على أن تتعدى هذه الأزمة مع رجوع الأعمال شيئا فشيء. نتائج القطاع البتروكيميكال حقيقة مع أنها جاءت سيئة جدا، إلا أن التراجع الذي حصل في هذه الشركات يكاد يكون محدود جدا، بسبب أن كثير من المتعاملين سعروا هذا التراجع، بعضها جاءت تراجع كبير متوقع مثل بترو غابر، هذا التراجع كان متوقع بسبب جدولة الصيانة لمصنعها بتروكيم وسبكيم، كلهم حققوا خسائر هذه حقيقة، لكنها لم تتراجع بالشكل اللي اعتدنا إذا كانت النتائج تأتي مفاجئة، لأنها أتوقع أنها كانت مسعرة. نعم، طيب أستاذ محمد، يعني الربع الثاني كان هو ذروة الأزمة تقريبا، لكن يعني إذا ما تحدثنا كما ذكرت قبل قليل عن مصرف الراجحي، جميع المستثمرين في هذا المصرف لم يتوقعوا هذا الإعلان، حتى لو كان التراجع للأرباح طفيف، لكن يعني لم يتوقعوا فعلا هذا الإعلان لمصرف الراجحي، هل هناك يعني نظرة تفاؤلية للسهم في النصف الثاني من عام 2020؟ حقيقة مصرف الراجحي يعتمد يعني بشكل كبير على الأفراد، بعكس البنك الأهلي وبعض البنوك السعودي الفرنسي الرياض يعتمدون على الشركات. نعم. فلذلك نشهد أن البنوك التي تعتمد على الأفراد مثل الراجحي مثل بنك البلاد لم تتأثر أرباحهم بشكل كبير مثل البنوك التي تعتمد على الكوربريت أو الشركة، توفير القروض للشركات التي تأثرت الشركات بشكل مباشر بأزمة كورونا حيث تعثر. طيب أستاذ محمد، يعتبر من صالح يعتبر الراجح أنه لم يعني يتوسع في الكوربريت أكثر من الأفراد، لأن اليوم الشركات وضعها يعتبر مع الجائحة هي الأكثر ضررا، يعني خاصة الشركات التي عليها تسهيلات ائتمانية مع البنوك. هو حقيقة النموذج تبع الراجحي معتمد على أكثر شيء الأفراد. نعم. في خدمة الأفراد، ولذلك حجم توفير القروض للأفراد أكبر من حجم الشركات، ليس لا يعني ذلك أنه ليس لديه حصة من الشركات، لكن حصته من الشركات هي أصغر بكثير من حصص باقي البنوك، ولذلك كان التأثير محدود فيه وفي بنك البلاد. نعم. نعم أستاذ محمد، لضيق الوقت ودنا نتكلم أكثر، لكن لضيق الوقت شكرا لك أستاذ محمد الشميمري محلل الأسواق المالية.